الجدول الأسبوعي اليوم، اليوم الثاني، وهذه وجبة العشاء. غادي ناخد واحد الكسرونة، غندير فيها الماء تيغلي، ندير فيها الملحة، وغادي ندير فيها ليمون حتى كيغلاو واحد شوية كنحيدهم. في نفس الماء وهو كيغلي غندير سباغيتي، غنخليها ما بين 10 ديال الدقائق حتى 12 دقيقة. في المقلاة غادي ندير زويتة بلدية مع زويتة بلدية فيها الحار، وكندير بوارو مقطع طريفات رقاق، كنشحرهم، كنزيد الشامبينيون والكروفيت وليمون داك الوسط ديالهم، وكنزيد سكنجبير طري مع شوية ديال الثومة، ونشحر مزيان الملحة والابزار، وكنزيد البروكولي. البروكولي داير له نص سلقة، مطيشة مجففة، والسباكيتي من بعد ما تسلقات، وكنخلط مزيان وتنقدمهم بالصحة والراحة.